الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو نور السماوات والأرض وما فيهن، وقيوم السماوات والأرض وما فيهن، وملك السماوات والأرض وما فيهن، ومالك السماوات والأرض وما فيهن، هو الحق ووعده الحق وقوله الحق، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئ الثرى محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حديث عظيم وإرشاد قويم ووعظ نبوي من النبي عليه الصلاة والسلام، تذكير للناس وتنبيه للغافلين، ذكرى للعابدين، تذكير للعباد، تذكير للعباد أجمعين قبل أن تحين منهم التفاته في لحظة يقال له: ضع القلم، حضر ملك الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تذكير من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن لا تحين مناص، تذكير من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تأتي سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد تروح وتفر من الموت يمينا وشمالا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: إن هذه الدنيا، إن الدنيا حلوة خضرة، حلوة تسر الناظرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، زينها الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: الدنيا حلوة. وأهل الدنيا اليوم يقولون: الدنيا حلوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: الدنيا حلوة لنحذرها. وأهل الدنيا يقولون لك: الدنيا حلوة لتنغمس فيها. ففرق بين الأمر، بين القولين، الكلمة واحدة لكن القصد مختلف تماما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: عباد الله، الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا. وأهل الدنيا يقولون لك: عش في حياتك الدنيا ما تريد،
عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يغدو عليك كما أردت من الغدو إلى ذي الحبور. فإذا النفوس تحشرجت بشخير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. عش ما بدا لك، عش ما بدا لك في هذه الحياة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذرني وحذرك، وأنذرني وأنذرك، وخوفني وخوفك، ووعظني ووعظك، حتى ننجو، حتى ننجو من فتنة هذه الدنيا، فإنها فتانة وإنها غرور. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا، حلوة نعم، خطرة نعم، مزينة نعم، لكن لا تغرنكم، لا تستميلنكم، لا تزيحنكم عن الصراط المستقيم، عن الطريق القويم، لا تمنعكم، لا يتمنعكم زينة الدنيا وغشاوتها من أن لا تروا مكانكم في الآخرة إلى أين تذهبون. لا تمنعكم زينة الدنيا عن زينة جنات النعيم، لا تمنعكم حلاوة الدنيا عن حلاوة جنات النعيم، إن الدنيا حلوة خضرة. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون؟ أتتركون، أتظنون أن تتركوا، أتتركون فيما هاهنا آمنين أبد الآبدين؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون؟ كلا كلا. قال الله تبارك وتعالى عن قوم هالكين: أتبنون بكل ريع آية. آية القصر العظيم الجميل، يقال عنه آية عند العرب لأن الناس يأتون إليه ويقفون أمام هذا القصر مبهورين، ينظرون إلى جماله وعظيم بنائه وسعة أرجائه. يقول الله تبارك وتعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أتنحتون بكل ريع آية، آية تعبثون، قصور تبنى، قصور تبنى، أبراج ومجمعات ضخمة عظيمة كبرى، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أقعدتهم الحياة الدنيا عن آخرتهم، انشغلوا بها، أفنوا أعمارهم في طلبها لأجل الدنيا، ضحوا بالآخرة لأجل الدنيا، طلقوا الآخرة لأجل الدنيا، أكلوا الحرام لأجل الدنيا، نحوا شرع الله عز وجل لأجل الدنيا، قطعوا الأرحام لأجل الدنيا، والوا الكفار لأجل الدنيا، باعوا فلسطين لأجل الدنيا، قسموا بلاد المسلمين لأجل الدنيا، باعوا الغالي والثمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال الله تبارك وتعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة 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 كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أخرجناهم،
إما إخراج تعذيب بعذاب نازل، أو إخراج انقضاء أجل يخرج من بيته إلى قبره من قصره المشيد. قال الله تبارك وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية. أهلك الله عز وجل أهل البيوت ولم يهلك البيوت لتكون البيوت شاهدة على إهلاك أهلها في ذلك القصر المشيد. في يوم من الأيام كان يسكنه جبار عنيد. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، بنى في الدنيا آية، أتبنون بكل ريع آية. قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ترك الله عز وجل بيوتهم، آبارهم، قال الله عز وجل: وبئر معطلة وقصر مشيد. أهلك الله أهلها، وكم من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أبقى الله تبارك وتعالى البيوت على حالها، والآبار على حالها، والأهرامات على حالها، فبدلاً من أن يأتي الناس إليها إتيان المعتبرين الخائفين الوجلين، كما قال النبي عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم: إذا دخلتم ديار المعذبين فأسرعوا وادخلوا وأنتم متباكين. ألا يصيبكم ما أصابهم. ليست أماكن سياحة، كلا والله، ليست أماكن سياحة، بل هي أماكن تدمع الأعين، بل هي أماكن تحترق لها القلوب، بل هي أماكن توجل منها الأفئدة، بل هي أماكن نزول عذاب الله تبارك وتعالى. ليست أماكن سياحة، ليست أماكن سياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا أرض المعذبين، فإذا دخلتموها فادخلوها متباكين. فاتخذها الناس اليوم، فاتخذها الناس اليوم موضة للسياحة، للتنزه. يذهبون إلى مدائن صالح، حيث أهلك الله تبارك وتعالى قوم ثمود، فيجعلون فيها أماكن للهو والطرب والضرب واللق والرقص واللعب والمجون والتبرج، ويذهبون إلى الأهرامات فيتخذونها مجالس وفرشا للمتبرجات والمومسات وفجار العالم. يتخذونها أماكن للسياحة، للترفيه، للترويح، بدلا من أن تكون كما أراد الله عز وجل لها أن تبقى لتكون آثارا مخيفة. أرادها الله تعالى أن تبقى آثارا مخوفة، ولو شاء لأهلكهم ومدنهم وقراهم وبيوتهم وآبارهم وأهراماتهم، لكن الله تعالى أبقاها تذكيرا للحي من بعدهم. كذلك وأورثناها قوما آخرين، نحن من هؤلاء القوم الآخرين، جئنا بعدهم ننظر في آثارهم، بقايا حياتهم، عاشوا في تلك القصور فغادروها إلى القبور، عاشوا في تلك القصور، تمتعوا، نعم، عاشوا في تلك القصور بين الخدم والحشم. يقول الله عز وجل: فأخرجناهم من جنات وعيون، لم يكونوا في بأس ولا في ضيق حال ولا في فقر ولا في غلاء ولا في شدة عيش. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. لما فتحت بلاد فارس، جيء إلى عمر رضي الله عنه بنفل كسرى مالا عظيما، فأمر به أن يغطى، ثم نادى في الناس أن يجتمعوا، فلما اجتمعوا كشف الغطاء فإذا فيه ذهب وفضة وكنوز ومعادن نفيسة. فبكى عمر رضي الله عنه، فبكى عمر رضي الله عنه
لما رأى هذا المنظر، أين أهل هذه الذهب والفضة؟ أين أهل هذه الأموال؟ أين أهل هذه القصور؟ أين أهل هذه الدور؟ أين أهل تلك الأهرامات؟ أين أهل تلك المباني الحجرية؟ أين أهل تلك النعم الأثرية التي تباع اليوم آثارها فيما يسمى بعالم الآثار، بالقطع الأثرية تباع بمليارات المليار، تباع اليوم لتتخذ في البيوت زينة، وفي المتاحف أماكن للتنزه والزيارة، والله تبارك وتعالى أبقاها لحكمة أخرى، فغفل الناس عن حكمة الله فيها، غفل الناس عن حكمة الله فيها، وانشغلوا بآثارها، وتركوا أهلها الذين كانوا في يوم من الأيام ملاكها. ماذا فعل الله فيهم؟ أين ذهبوا؟ ما الذي حل بهم؟ ماذا يحدث لهم الآن في قبورهم؟ قال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي قراءة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من عذابه، نسعود بالله من سوء غضبه، نعوذ بالله من عذابه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، جاء في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعطني فأعطاني، ثم أتيته فقلت أعطني فأعطاني، ثم أتيته فقلت أعطني فأعطاني، وقال: يا حزام، ما أكثر مسألتك، إن هذه الدنيا خضرة حلوة، إن هذه الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها من غير سؤال ولا استشراف نفس، وفي رواية: من أخذها بسخاء نفس بورك له فيها، ومن أخذها باستشراف نفس لم يبارك له فيها. إن هذه الدنيا خضرة حلوة، حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، سيعطيك من مال الدنيا ما يعطيك، سيعطيك الله عز وجل من مال الدنيا ما يعطيك، لكن تأكد وكن على ثقة أنه أعطاك ليبتليك، أعطاك ليبتليك، أعطاك ليبتليك، لم يعطك فقط لأجل أن تتنعم به ولا لأجل أن تتلذذ به. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. قال عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مستخلفكم فيها، مستخلفكم في هذه الدنيا على سائر أنواع الاستخلاف: استخلاف مالي، استخلاف سلطاني، استخلاف أسري، على أنواع الاستخلاف كلها مستخلفكم، سيجعلك في هذه الدنيا خلفا لغيرك ممن جاء وراءك. مات أبوك أنت خلف له، هلك سلطان يخلفه سلطان آخر، ذهب صاحب المال يخلفه وارثه في هذا المال. وإن الله مستخلفكم فيها، فأنت في هذه الدنيا مستخلف. إن كان المال في يديك فأنت مستخلف في المال، إن كان السلطان في يديك فأنت مستخلف في هذا السلطان، فينظر كيف تعمل، كيف تعمل في هذا الاستخلاف الذي استخلفك الله تبارك وتعالى عليه. قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة،
قال المفسرون خليفة أي يخلف بعضهم بعضا، وليس معناه أن لله خليفة، فالله تعالى لا خليفة له، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله خليفتي على كل مسلم. الله خليفة لنا جميعا، ونحن لا خلف لنا من الله تبارك وتعالى. الله لا يخلف أحدا، وإنما هو خليفتنا أجمعين تبارك وتعالى، لأنه الحي الباقي الذي لا يموت، نحن نموت ويخلفنا غيرنا، والله تبارك وتعالى واحد أحد، لم يلد ولم يولد، فرد صمد، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: فاتقوا الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا، أي كونوا على حذر منها، كونوا على حذر منها، من غرورها، من زينتها، من ملذاتها، من حلاوتها، من خضرتها، مما فيها من جمال، مما فيها من مال، مما فيها من سلطان. وإذا انفتحت عليك الحياة الدنيا فليكن خوفك من الله تبارك وتعالى عظيم عظيم، فإن قوما فتح الله عليهم الدنيا فكان علامة على قرب زوالهم ونزول العذاب عليهم. قال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وغايتنا وقرارنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وعن العمل الصالح والسنة توفنا، وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارفعنا مكانا عليا، واهدنا صراطا سويا، واجعلنا عندك في مقام رضيا. اللهم واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونبغض بعداوتك من خالف أمرك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم اجعل حبك إلينا وإلى قلوبنا أحب إلينا من كل شيء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع درجاتنا، اللهم ارفع درجاتنا، اللهم ارفع درجاتنا، وتقبل طاعاتنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لقيامه وصيامه فصار محتسبين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.